ثم الحملية إن حكم فيها بوقوع ثبوت المحمول للموضوع فموجبة وإلا فسالبة. قلي حملية باعتبار نسبة تامي خبرية كي بولاي موجبة وسالبة تقسيم دبت باعتبار يويك نسبة تامي خبرية كي وقوع بيا لا وقوع بي حالي بيتونا قلي حملية أقل لويدا إزعان كرابي أقل لويدا إزعان بكري بوقوع ثبوت محمول بموضوعي أو قلي حملية كم وجيبية حكم بمعنى إزعان بكرين جوانا دكري حكم بمعنى نسبة تامي خبريج بيت حالي بيتونا بلان بمعنى إزعان بجوان ترى أو اختي بيك بيصيلة حالي بيتونا بلا ما حكم بمعنى نسبة تامي خبري بقرين أو إجدبي أو اختي بلان بيك دبي بلان بي تصويرة وانا يعني أجر حكم هبو وانا أجر حكم موجود بو لقلية كذا وانا حكمك حكمكش بو صورتي بو بصورة وقوع ثبوت محمول بو موضوع أو موجبة حالي بيتونا يعني نسبة تامي خبرية هبو وانيا بچ جوريكي ولا بو صورتي هبو بوقوع يا بلا وقوع حالي بيتونا اگر حكمك بوقوع بو موجبة حكمك بلا وقوع بو سالبة وإلا فسالبة وإلا اگر حكم بوقوع ثبوت محمول بو موضوع نبو بلكو حكم ب لا وقوعي حكم كراب بلا وقوعي ثبوت محمول بموضوعي أو قليه سالبة وكل منهما أوجر قليه حملية بجوري كي ديكا تقسيمي دكات باعتبار نسبة بين بينكي بلان باعتبار موضوعكي حالي بيسون باو اعتباري كموضوعكي تشبي قليه حملية تقسيم دكات ك بولاي تشار قسمان تقسيم دبيت قليه شخصيه و طبيعيه ومحصوره ومهمله كلا بيني واندا محصورهش بخوي تشار قسمي هي موجبه كليه وجزئيه سالبه كليه وجزئيه محصورهش بخوي تشار قسمي هي بس اوي بيش تقسيمي قليه بو باعتباري تقسيمي قليه حمليه باعتباري نسبة تامة خبرية كي أوش تقسيم قلية باعتباري تقسيم قلية حملية باعتباري موضوع كي وكل منهما إن كان موضوعه جزئيا جزئيا حقيقيا فشخصية هر يقلو دوانا هر يقلا حملية موجبة وسالبة أجر موضوع كي جزئي حقيقي بيت يعني موضوعي كل واحد لو دوانا اگر موضوعك جزئي حقيقي به يعني معرفة به جزئي حقيقي جبه حالي بيه سونا او وقتي جزئي حقيقي همو معرفة ناقره تويدي وانيا مثلا عالمي جينز ناقره توا بيصلاح معرف به لامي استغراق ومعرف بلامي عهدي ذهني ومعرف بلامي جنس وانا ناقريته وجزئي حقيقي فقد معرف بلامي عهدي خارجي دقريته حالي بيه سونا او جار اسمي اشارة وموصول علم علمي شخص انا دقريته جزئي حقيقي بس همو معرفيكي ناقريته حالي بيه سونا دياري دي چونكو وانا كان زورق لا قسم كاني معرفة دوايا داخلي عندكاد لا قسم كاني دي كدا غير قلية شخصية حالي بيه سونا بس ديارة هر قلية كي مولوعة كي معرفة بيد نابتا قلية شخصية حالي بيه سونا تنها او قلية كموضوعة كي معرفة بيو جزئي حقيقي جبه وانيا جايا عالمي شخص بيد يان زميري متكلم غائب مخاطب به يا اسم إشارة به يا اسم موصول به يا معرف بلام عهد خارجي به حالي بيتونا أو أنا دقري تويدي فشخصية أو اختي قليك بيدا كتري قلية شخصية وانيا
نسب او كقليه كبيدل شخصيه نسبتي كل بولاي جزء نسب نسبتي كل بولاي جزء خوي حالي بو يسونا يعني كل قليه كبيدل شخصيه حالي بو يسونا او كقليه كبيدل شخصيه نسبه الدواء بولاي جزء كي خوي كمولوعكيتي مولوعكي شخصا جزء حقيقي مثال كشي نحو الله إلهنا مثال قليه شخصيه وكو الله إلهنا الان او قليه قليه كي شخصيه مولوعكي كلفزي الله يا علمه جزء حقيقيه حالي بيتونا او كليا حشي بيست كتي قليه شخصيه مولوعكي دبي جزء حقيقي به حالي بيسونا جا جزء حقيقي سندانشتان دقريتا وعلما كمثالنا أو ضمير الغائب أو الحاضر نحو هو عالم وأنت وأنا كاتب وأنت شاعر أو غيرهما وأني موضوعك كجزء حقيقي كيف إخوتي علم بيت وكو مثاليك لسر وهنا ما نوى الله إلهنا يا زمير غائب بيت وكو هو عالم يا زميري حاضر بك حاضرش بخوي دوشتان دقريتا ومتكلم ومخاطب هر دوك حاضر ندي وانيا اوج مثال كان وكو انا كاتب وانت شاعر وانيا علم بي يا زمير بيت يان غيري او دوانا بغير علم الزمير وكو اسم اشارة موصول معرف بلام عهد خارجي او نشهم جزئي حقيقي نيدي حالي بيتونا او كليا يا وانك اگر موضوعي وانك موضوعي هر يق لو دوانا هر يق لحمليه موجبه حمليه سالبه اگر موضوعك كلي بيت موضوعك مفهومك كلي بيت او اختي فان قصد الحكم على نفس مفهومه فطبيعيه اگر قصد كرابو كحكم بكريت قصد كرابو كحكم بكريت بوسر خدي مفهوم اشتا كليكا وانيا اگر مقصود اوابو كحكم بوسر خدي مفهوم كليكا بكري نك بوسر افرادكي حالي بيتونا مقصود اوابو كحكم بوسر خدي مفهوم كليكا بكري جاوب خوي دبت دو قسم خاه او حكميك بوسر مفهوم كليكا كراوا بو بتواني بو أفراد سرائت بكا يعني تواني وانيا حتى بو أفراد السرائت بكات أو هر قلية تبيعية حالي بو يسونا بوتي شكو أقا حكمك بو أفراد السرائت بكات بلام مقصود بلام أفراد مقصود نبوا حكم بو سر أفراد مقصود نبوا بلكو مقصود أو بو كحكم بو سر خدي كلية كبكري بو هر قلية كدبتة تبيعية حالي بو يسونا يعني شو الدواقع دالتوين بو عبارة تشبيلين لقلية تبيعية دا مقصود أوي كحكم بوسر خدي مفهومة كلية كبكريت جا جاري ويا أو حكمي كبوسر مفهومة كلية ككراو بو أفراد كشي دبي جاري ويا بو أفراد نابي أو حكمي بو أفراد كي بعض وقتك كي دبي بعض وقتك بو أفراد نابت نسبة بدري حالي بو يسونا يعني حكمك بو أفراد نايتوا حالي بو يسونا أو اختي بيدلن قلية طبيعية اوش هر نسبتي كل بولاي جزئي خوي وانيا قليه كبيدلن طبيعيه ده حالك ده جزئي كيوي كمولوعك هي طبيعته طبيعته يعني مفهومي كليه حالي بو يسونا او مثالك وكوتي نحو الانسان نوع او حيوان ناطق حالي بو يسونا دو مثالي هنا حالي بو يسونا مثالي أول أوي إنسان نوعا إنسان يعني حقيقة إنسان دي ونيا حقيقة إنسان وماهية إنسان كنوعا بلام أفرادكينا أفرادكي أشخاص أفرادكي شخص حالي بيوتونا بس ديال ليرا حكم بوسر خدي حقيقة إنسان كراوا نك بوسر أفرادكي ونيا دي باشا حكمكش لويرا بولاي أفرادكي سرايت ناكت شون أفرادك خو نوعنينا أفراد إنسان أفرادك شخص حالي بيسونا مثالي دوام أويك الإنسان حيوان ناطق
وانيا انسان حيواني ناطق ديسان اوش قليه طبيعيه بوشي شن ليرا مقصودي تو اوي بلي حقيقه انسان حيواني ناطقه ما هي تكي حقيقتك وانيا كوابو حكم بوسر خدي مفهومي كل انسان كراوا بوسر خدي مفهومي كل انسان وانيا بلام بو او حكمه بو افراد السراد دكا بو افراد انسان افراد انسان اش حيواني ناطق ندي حالي بيت هنا فقدوا مرادني اري والله فقدوا مرادني حكم بوسر افراد بكري حالي بيت هنا جاء و وانك بس دو مثالي بو هنا ويدي وانيا لهر دو كان دا مقصود اوي كحكم بوسر خدي كليه كبكري بلام لمثال يولد او حكمه بلا افراد كليه كسرايه يدك دتواني سرايه بك هرشان مقصود بلا سرايه ناك بلا افراد كليه ك لمثال يولد بلا لمثال دوام دا او حكمه بلا افراد كليه كسرايه يدك حالي بيت هنا او دو مثال بو موجبي هر دو مثالي بموجبه هنا نوا طبيعيه موجبه وانا كبلام زور براحتي تواني مثال بو سالبش بيني وا يعني دو مثال بو طبيعيه سالبش جبيني نوا مثلا دلي الانسان وانا ليس بشخص حالي بو يسونا الانسان ليس بشخص الان ليرا وانا ك او قليك طبيعيه الانسان ليس بشخص وانا صادقي شهيدي وانيا خدي انسان شخص نيه نوعه وانيا بلام او حكمك ليس بشخصنا سرادناك ابو افراد انسان تن افراد انسان ناتوني بلاي ليس بشخصين شخص نينا شخص اوان حالي بو يسونا اجا مثالك بويك حكمك ابو افراد سرادتك وكو الانسان ليس بصاهل وانيا انسان وانيا خدي انسان صاهل نيه وانيا خدي انسان ناطقه حيواني ناطقه وانيا اوجر او حكمه بو افراد كشي دبيت وانيا افراد انسان ليس بصاهل حالي بيت هنا اواني الصاهل بس دو مثال بو شي هنا و بويك اشاره بكاد بدو قسم كان قليه طبيعيه وانيا حشي بستويك اشار بالمثالين الى انه قد يحتمل بعض قد يحتمل بعض الأمثلة للطبيعية أن يراد فيه الأفراد يا قد يحتمل بعض الأمثلة للطبيعية أن يراد فيه الأفراد نحو الإنسان حيوان ناطق مصنف بهنا نويدو مثال إشاري كردو بولاي أويكا بعضك لمثال كان قليه طبيعية احتمال أنهي وانيا احتمال أنهي بويك لوان دا أفراد إرادة بكري يعني بعضك لا لمثال كان قليه طبيعيه لوان دا وانك لوان دا احتمالي لوان دا إرادي أفرادش بكري احتمالي هي هرشان أو احتمال مقصود نية يعني هرشان أو كإرادي أفراد بكري مقصود نية بلام قابليتي هي كلو دا إرادي أفراد بكري حالي بيتونا وكل مثال دوما كدا ونحو الإنسان حيوان ناطق حالي بيتون ومنها القضية المصدر موضوعها بلام الجنس من حيث هو يكجلا قلية طبيعية كان قليك مولوعك أو والدار كرابت بلام جنس وانيا مولوعك أو والدار كرابت بلامي جنسي من حيث الذات منظور به حالي بيتونا يعني لامي جنسي خالص حالي بيتونا نك جنس لازمني تحقق يعني وانا كبشرت تحقق لازمني افراد ده وانا هر قليك كما ولوعك اول دار بيت بلامي جنسي من حيث هو وانا مولوعكي أول دار بيت با خدي لامي جنس وانا نك لامي جنس لو جاتوا كجنس دا زمني أفراد دا محقق بوبي حالي بيت هنا وكتي أويش دا بيت قليه طبيعية نحو الكلمة لفظ موضوع مفرد
ونيا مثلا دلي كلمة كلمة يعني جنس كلمة وحقيقة كلمة أويك لفظك موضوع مفردة حاربية تونا أو الفلامة كالفلام جنس إذا الكلمة أوجد بيت قليي تبعية بيجل وانا حشي بستدو ونحوها كل مفهوم معرف أو مقسم هل وكو الكلمة وايا ككتن وانك كتن الفلامة كي الفلام جنسة بس قلية كش دبت قلية تبعية وكو الكلمة وايا هر مفهومك كتعريف دكري يا تقسيم دكري حالي بيه سونا هر مفهومك كا هر مفهومك كلي كتعريف دكري يا تقسيم دكري وانا اوج الفلامة كي بو جنسة وانا بس قلية كي كا أو قلية كي كا كا أو لفظي لويدايا أو وانك بإصلاع أو موضوعي لويدايا أو مفهومة كلية لويدايا أو إيش دبتها قلية تبعية حالي بيتونا باشا بوشي هروكو الكلمة الفلامة كي بو جنسا هر شتيكش كتعريف دكري يا تقسيم دكري هر مفهومي كي كلي كتعريف دكري يا تقسيم دكري اويج الفلامة كي بو جنس دبت يعني اويج جنس مرادة لوي حالي بو يسونا حتى اگر الفلامي شي نبي جنس مرادة لوي حالي بو يسونا والله او كتعريف تعريف كديارة لتعريف دا هميشه جنس منزورة بلا من لتقسيم دا كواوا لتقسيم دا لا تقسيم إجدا جنس منزورة أجد الله ريو الله فإن التعريف والتقسيم يريدان على المفهوم وانيها أو مفهوم كلي كتعريف دكري تقسيم دكري لو إجدا جنس مرادة بوشي شكو تعريف وتقسيم هردو كان بوسر وانك بوسر مفهوم كلي وارد دبن وانيها هردو كان تعلق يعني بمفهوم كليه مفهوم كليه كي كتعريف ذكري يا تقسيم ذكري تعريف وتقسيم وافراد نيه وانا تعريف شو تقسيمش هر دو كان بو خودي مفهوم كليه كنا حالي بو يسونا تعريف كديارة كبر دلباش تعريف ديارة وانا اتو تعريف بو خودي مفهوم كليه كديني حالي بو يسونا بلام تقسيم كوا بو مفهوم كلية كيا اوج دالة بابا وإن كان المقسم يؤخذ من حيث التحقق في ضمن الأفراد تقسيمش هر بو مفهوم كلية كيا هر مفهوم كلية كيا كتقسيم دبي حالي بو يسونا تقسيمش هر بو مفهوم كلية كيا بو مفهوم كلية حالي بو يسونا خو معلومة تقسيمش بو خودي أفراد نيا مثلا تو فرض كا كلمة تقسيم دا كي بولا اسم وفعل وحرف حالي بو يسونا خو أفراد تقسيم نابني دي ونيا مثلا شون أفراد خو أفراد تقسيم نابني بولا اسم وفعل وحرف شون مثلا أفراد كلمة مثلا اسم ونيا خو دي اغا اسم بو ونيا تازه بولا فعل وحرف تقسيم نابد حالي بو يسونا يا اغا مثلا فعل بو بولا اسم حرف تقسيم نابي حرف بو بولا اسم فعل تقسيم نابي هز افراد تقسيم نابن خودي مفهوم كلية كي تقسيم دبي حالي بو يسونا بس تقسيمش بو مفهوم كلية كي هرشان مقسم كمفهوم كلية كي لو جهتوا اعتبار دكريت لو جهتوا ك محقق بي لزمني افراد دا يعني هر مفهوم كلية كي تقسيم دبي بشرط تحقق لزمني افراد دا حالي بو يسونا الان كلمه وانا بشرط تحقق لازمني افراد دا يا اسم دبي يا فعل دبي يا حرف دبي دي هل مفهومه كليه كي كتقسيم دبي او اشتابو او جار او على افراده اقرش ديسان موضوعي قليه حمليه كا ديسان كليبو حالي بو يسونا دوباره موضوعي قليك كلي بو بلام حكم بوسر افرادك مقصود به حكم بوسر افرادي كليك او على افراده يعني اجر
قصد كرابو كحكم بسر أفرادي كليك بكريت وانيا نك خدي مفهومة كليك حكم بسر أفرادك مقصود به أو اختيان كمية أفراد بيان كراوة يا بيان نكراوة شندية أفراد فإن بينت فيها كميتها كلا أو بعضا فمحصورة كلية أو جزئية أجر لو قليدا كحكم بسر أفراد مقصودة حكم بسر أفرادي كليك أجر لو قليدا كمية أفرادك بيان كرابو جا كمية أفراد بيان كرابو فقد بعددنا وانيا بلكو كلا أو بعضا بكل يا ببعض كمية أفراد بيان كرابو حالي بيسونا مثلا كترابو ككل أفراد أو حكمة أنبو ثابتة يان بعضك لأفراد أو حكمة أنبو ثابتة حالي بيسونا البتا أقر بعض وقتك عدد إجدا كتري حالي بيسونا مثلا دلي وانك عشرون من الرجال حالي بيسونا بلا ما عدد إش كترابيد عددك شر بعض زيدي حالي بيسونا أجر كمية لقلية كذا حكم بسر أفراد مقصود به وكمية أفراد بأن كرابي بكل يابا بعز أو قلية كبيدلا محصورة وانيا جا محصوري كلية يا محصوري جزئية حالي بيسونا البتاء ودبتا بزايد دو قسمة بلان دبتا شوار قسم دي شنكو قلية محصورة قلية محصورة قلية محصورة بموجبة وسالبية هيا وانيا أو جار كلية وجزئية هي دو زرب داري دوش دبتا تواري دي هز محصورة بوية شوار قسمية كهر شوار قسمة كان بازدكا دو هيا حالي بوية سونا اوكا قلية كبيبلا محصورة اوش تسمية كل باسمكي كمتعلقة بأفراد جزئكي حالي بوية سونا شو قليك كبيدل محصورة وني أو نوى متعلقة بأفراد جزئكي بأفراد جزئكي قليا وني كمان مولوع كيتي أفراد مولوع كا وني أوان محصورا وني أوان حسر ذكرين بكل يا ببعس حالي بيسونا كوابو محصورة اسمكي متعلق بأفراد مولوعة حالي بيسونا كمولوع جزئك قليا كوابو أو تسميه كل قليك كبيدل المحصورة أو تسميه كل ب باسم أفراد جزء قليا تسميه قليا باسم أفراد جزء قليا حالي بيسونا يابلين آيدي هر وانك بعبارات ديجدا كتري مثلا تسميه كل ب وانك تسمي كل بصفتي افرادي تسمي كل بصفتي افرادي جزئي وانيا او صفتي افرادي مولوعية محصورة وانيا نيوي افرادي مولوعية صفتي افرادي مولوعية بلام اتو وانك كل قلية كنيوي محصورة في دلي وانيا كلية او جزئية او جار اوكا قليك كلية جزئية بيدا كتري اوش هر مجاز زيدي اوش البتابوتا حقيقتك استلاحي اوش هر البتابو تسمين نسبة ايدي قليي كلية حالي بيسونا اوش هر وانكا كل صفتي افرادي جزئك افرادي جزئك كل يا بعض حالي بيسونا جزئية يعني بعضية ايدي حالي بيسونا أفرادي مولوعة كنا ككل أو كل أفراد منزورة بعض وقتك بشق منزورة بشق لأفراد بلام أتو وأنا كقلية ككل كيا نسبة ددي بولاي صفتي أفرادي جزء وأنيا جزئية شروالة جا وما به البيان سور أو اشتيك بوسيلي ببيان كمية أفراد ذكري سوري بيدلن ماش بلفز معناه مكوا ها شكو هميشة أو اشتيك بوسيلي ببيان كمية أفراد ذكري لفزنية جاريو اللفزة وكو كل بعضي
وانيا كل انسان ناطق وانيا لرا السوره كلفزي كلها وانيا كل سوره ولفزه يدي بلان جاري وايا او السوره كبوسيله باني كميه افراد ذكر لفزنيه حالي بو يسونا وكلام بخو اضافه معنوي باز دكات حالي بو يسونا اضافه شتيكي معنويه لفزنيه راستا مضاف ومضاف اليه لفزن بلان اضافه بخوي كإضافة كبعض وقت كمية أفراد دقينة إضافة كبخو خو شتكي وانة تلفزي بيبكي وانيا مضاف ومضاف إليه لفظن إضافة كبخو معناه دي شتكي معنوية جاء وانا كام أو ككتن لقلي لا قليه محصورة دا حكم بوسر أفراد ذكرين وانيا أفراد منظور أشخاص نيا ها فقط حالي بيتونا يعني أفراد أو نيا لازمناك حتما مثلا فرد بنو قليه نبن أو جا حتما جزئي حقيقي بن حالي بيتونا أفراد لا قليه محصورة دا حكم بوسر أفراد ذكرين أفراد يعني أوشتاني كداخل النجر مفهومي كي كلي دا حالي بيسونا حتى لو انا وانك اوشتاني داخل النجر مفهومي كي كلي دا لو انا بوخويا كلي بن حالي بيسونا لو انا بوخويا كلي بن مثلا دلي كل نوع حالي بيسونا كل نوع وانك افراده متفق الحقيقة وأن يا كل نوع متفق الأفراد همو نوعك أفرادي متفق الحقيقة هي حالي بيسونا ده أشد حالك ده الآن وأنك أو بسلاح شن لفظي كل هاتو أداتي كل هاتو بس قليك محصورة وأن يا ده أشد نوع وأنك لرا حكم بسر أفرادي نوع دادريدي حالي بيسونا أفرادي نوع متفق الحقيقة داش أفراد نوع كشنا إنسان وفرس وبقر وأوانا ده إنسان وفرس وبقر بخوان كلينا شخص نينا وانا إنسان فرس بقر حالي بيوتونا يا مثلا دلي كل جوهر لا يحتاج إلى محل مقوم وانا الجوهر يحتاج إلى محل مقوم نيا داش ليرا أو قليك محصوريتون أداتي كلها توا وانا داش ليرا حكم بسر أفراد جوهر ذكرين أفراد جوهر كشنا أو أنا خواروي جوهر جوهر بخو جنسي عالية أفراد كلا خواروي ويناتنا جسمي مطلق وجسمي نامي حيوان وإنسان ده أنا بخوان كلنا خو أشخاص نين حالي بيسونا يعني حتى ممكنة حكم بسر أفراد موضوع كذكري أفرادك حتى أصلا هيك كأشخاص نين حتى أصلا مفردنا بن قليا بن مثلاً دلي كل شكل أول وأني كل شكل أول بديهي الإنتاج مثلاً أو أبلي وأني إنتاجه بديهي لباش الآن لرا شكل أول أفرادك إيشنا وأني أفرادك إيدا بيتا أو قياسانيك وأنك بصورة الشكل أول دهندرين دخو قياسك مركبة لدو قلية وأني أصلاً هر مفردني قليا حالي بيسونا بس أول يرى وتا نكتيك يزور مهمني وانك بلا شاد إنسان بعض زوقتك فكري لنا كاتا وريدي وهي أربع وانيا أو تائرة لا قسم كان قليا حمليا ك لو شار قسماني كقلية حملية باعتبار موضوع هيتي سيد أنا ما خندوها كقلية شخصية وقلية طبيعية وقلية محصورة قلية مهملة ما وتودوها بس إذا وأنا دي هبيت لبيش دا بحثي قلية محصورة تواوكا هر شار قسم كاني بمفصلي بحثك جدوا هذا شت صار بحثي قلية مهملة فزوم ما وتودوها دي وهي أربع قلية محصورة شار قسميها يا موجبي كلية وانيا موجبي كلية سالبي كلية موجبي جزئية سالبي جزئية حالي بيتونا كوا بترتيب شرافة باسيان لدك وهي أربع وأشرفها الموجبة الكلية
قلية محصورة چوار قسمي هيا ك بشرف ترينا كيان موجبي كلية موجبي كلية لسيكاني ديك لهر سيكان بشرف ترى ونيا چون هم إيجابي هيا هم كليتي هيا ونيا ومن سورها لام الاستغراق يكجلا سوركاني موجبي كلية يكجلا سوراني كموجبي كلية نشان دادات حالي بيتونا لام استغراق حالي بيتونا فتصو أول يرى معلوم ده بإيدي كهرشي معرفة بيت وانيا هر قليه كي كما اولو عكي معرفه بيد نابت قليه شخصيه وانيا الان لرا او دخينين كمعرف بلامي قليه كي كما اولو عكي معرف بلامي استغراق بيت او دبتها محصوري موجبي كليه شخصيه نيا وانيا يان لا بيشي خندمان كاوي قليه كي كما اولو عكي معرف بلامي جنس بيت قليه طبيعيه شخصيه نيا حالي بيتسونا وكوشي مثالكي قليك موجبي كلية بيت مولوعكشي معرف بلام استغراق به وسوري موجب كليك لام استغراقك به نحو إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا مثالكي وكو آيتي ونيا الآن ليرا يعني معناكي ويبراستي همو فردق لأفراد إنسان لا زرر دايا إلا إيمان دارك النبي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآن لرى وانك الإنسان الفلام كيبو استغراق بقريني استثنائك كبدو عداهاتوا حالي بيس وانا أخدوايا لنحو إجدال بتباسيان كردوا كيكك لعلامة كاني أو وانك يكك لعلامة كاني استغراق عموم وانك استثنايا هاتني استثنايا اگه استثناء بدوی لفظی کی ده هات بیت دیار لفظه کا استغراق عمومیت مقصوده مراده حالی بو یسونا او جار و جميع یک کی دیکل سوره کان موجبه کلیه لفظی جميعا و کوچی مثال کی نحو جميع العلماء کرماء ونیا همو عالم کان کریم يعني كل فرد لأفراد عالم كريم حالي بيتونا أوج ديسان يكج لا سورة كان موجبي كلية أوجار والإضافة المعنوية المفيدة له يكك ديك لا سورة كان موجبي كلية إضافة معنوية بلام هم إضافة معنوينا أو إضافة معنوية ك مفيد استغراق به مفيد ببو استغراق استغراق بفائدة بدأ استغراق بقيني وكوشي مثالكي نحو تابع الرسول على طريق الوصول حالي بيسونا الان ليرا كدالي تابع الرسول خويك تابعي معين منظور نيا ونيا بلكو هر كسيكي تابعي بيغنبر بيت ونيا اول لسر ريقاي وصلبون بحقة لسر ريقاي وصلبون بمقصدة حالي بيتونا أو يك تابعي معين منظور نيدي بلكو هر تابعي كي كتابعي رسول بيدوايا على طريق الوصول أو جار إضافة كش ديارة إضافة معنوية يا هتشن وانك اسم فاعل بو ما بعدي خوي إضافة كراوة بلام وانك إضافة اسم فاعل واسم مفعول بولاي معمولة كي إخوان تنها زمانك إضافة لفظية أجر وانك أجب بمعنى حال استقبال به وانيا بلام ليرخو اسم فاعل كب معنى حال استقبال نيا بل كبو استمرارا وانيا يعني هر كسي كي كا تبعيد لا بيغنبري بكات چلا قزشتا دا تبعيتي لبيغمبري كردبيت سلا قزشتا دا چلا حال دا چلا آيان دا وانيا اوهر على طريق الوصول بس چون بو استمرارا إضافة كنابتا إضافة لفزي
وانا وقتك اضافه كده بتلفزي اگر بمعنى حالو استقبال بيت زمانك يبو حالو استقبال بيت ده حالك ده ليره بو استمرار او جار وكل لاحاطه الافراد او لاحاطه الاجزاء او ايش دو هذا الله يكي كي دي كلوشتاني كسوري موجبي كليا لفظي كلا حالي بيوتونا كلش سوري موجبي كليا جا كلك چه بو إحاطة الأفراد بي چه بو إحاطة الأجزاء بي فرقين يا كل جاري ويا بو بويك وانك إحاطة بأفراد بدات أفرادي كلي بقريتها وأفرادي مفهومك كلي بقريتها وانيا جاري ويا بو إحاطة أفرادا بو جياندني إحاطة بأفرادا أو شو أختيك يا كلفزي كل إحاطة أفراد دقينت حليبيتنا وذلك إذا أضيفت إلى النكرة أو ككل بو إحاطة أفراد هات بيت أو زمانك كلفزي كل بو لا نكرة إذا فكر أبي حليبيتنا البتة لفزي كل أجر بو لا نكرة إذا فكر أبي بو إحاطة أفرادا وانيا يعني أول وقتي كل أفراد دقريتها ونك كل أجزاء كل أجزاء كل أفراد دقريتها أقبل أي نكرة إذا فكرة أقبل أي شتيكي كنكرة لفزن معنا دبشتكا لفزن مضاف إليه لفزي كل لفزن معنا النكرة بيت يا فقد معنا النكرة بيت حالي بيسونا لفزن معنا النكرة بيت وكو مثالي بخوي هنا بيتها نحو كل مجتهد في الدين مأجور كل مجتهد في الدين مأجور حالي بيسونا الآن ليرا لفزي كل بولاي مجتهد في الدين إذا فكراوا وانيا كم لفزي مجتهد نكرة يدي لفزي كل بولاي مجتهد إذا فكراوا كمجتهد نكرة حالي بيسونا داش الآن ليرا لفزنو يعني معنى كدار نكرة لفزنج نكرة يدي لفزي مجتهد نكرة دي ليرا بو إحاطة أفراد أيدي كل مجتهدين معناها كي أوي يعني كل فردك لو أفرادك مجتهدي في الدين مأجور وانيا أجري أن بيعتا دكري أجري أن بيدا دري أو كلفزي كل بولاي نكرة إذا فكرا بيت بولاي ما بعدك إذا فكرا بيت ما بعدك شي فقد معنى النكرة بيت حالي بيوتنا أو مثالك وكو مثلا أو مثال مشهور هي ككل الطعام كان حلا لبني إسرائيل كل الطعام بنا بويك الفلام كيبو عهدي خارجي وبو استغراق وانك بو استغراق وانا نبي بل كبو وانك الفلام كيبو عهدي ذهني بيت أو وقت دا معنا دا نكريا وانيا كل الطعام يعني كل طعام وانيا درست اللفظة كي معرفة شون الفلام هي بل دا معنا دا نكريا حالي بيسونا جاء فقط زمانك كتن كل اگر بولاي نكرة إذا فكرة بيد أو اختي بو إحاطة أفراد وانيا جاء فقط اگر بو نكرة إذا فكرة بينا حشي بستوسي وكذلك المضاف إلى الجمع المعرفي هروكو چون اگر لفزي كل بولاي نكرة إذا فكرة با إحاطة أفراد دقيان هر بوجورة وايا لفزي كلك كبولاي جمعي معرفة إذا فكرة به أويش إحاطة أفراد دقينت وكوشي نحو كل العلماء امتازوا عن غيرهم كرامة واحتراما كل العلماء أو لفزي كل بولاي جمعك معرفة إذا فكرة وكالعلماء وانيا كل العلماء يعني كل فردك لأفرادي لأفرادي عالم وانيا لغير إخوان جدابونة وبا كرامة باحترام جداد ابن ولغير إخوان بكرامة باحترام ليرش هر لفزي كل بو إحاطة أفراد دبيد أو جار والمضاف إلى ضمير الجمع هر وها لفزي كلك كبولاي زمير جمع إذا فكر به أويش هر بو إحاطة أفراد وكوشي نحو قوله تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وانيا
كلي فردك لا أفراد إنسان ونيا كلي فردك لا أفراد إنسان لروج قيامت دا بولاي خداي ديت بتاقي تني بولاي خداي ديت ونيا هركسا بتني بوخوي مسؤولي أعمالي خوي دبي حالي بيت هنا الان ليرش لفظي كل بولاي زميري هم اذا فكره وكزميري جمع حالي بيسونا بولاي زميري جمعي اذا فكره وكزميري جمع ايش معرفه دي زمير معرفه دي سان ليرش لفظي كل بو حاتي افراد حالي بيسونا كوابو لفظي كل لسي حالتان دا بو احاتي افراد بولاي نكره اذا فكره بي يا بولاي جمع معرفة إذا فكر أبي يا بولاي زميري جمع إذا فكر أبي حالي بيسونا أو لإحاطة الأجزاء ين بعض وقتك لفظي كل كسوري موجبي كلية لفظي كل بعض وقتك استعمال ذكره بإحاطة أجزاء أبي وكتي مثالك نحو كل زيد حسن كل زيد حسن شاولير اللفظي كل بولاي زيد إذا فكره بولاي هيجيك لسه بولاي هيجيك لا سكاني بيش إضافة نكره وانيا شو أقول بولاي سكاني بيش إضافة كره بكل بوي حاطي أفراد دبو وانا لير نبولاي نكرة إضافة بوا نبولاي جمع معرفة نبولاي زميري جمع وانيا بولاي زيد إضافة بو كعلمي شخصة واني البته دواقع دابو لاي زيدش اضافه نيه ها حالي بو يسونا دواقع دابو لاي زيدش اضافه نبوا بوتي شكو تشاو اجا حقيقه خدي زيد حقيقه مضاف اليه هيك خدي زيد به حقيقه حالي بو يسونا دواش او وقتي خدي زيد حقيقه دبت موضوعي قليه واني او وقتي لفظي كل سوره زيد دبته موضوعي قليه دي اوختي زيدش بخوي عالمي شخص جزئي حقيقي اخو اجا موضوع جزئي حقيقي بو قليه كدبته شخصيه ده حالك دا مكتوم انا قليه كمحصوره يا حالي بيتونا كابو حقيقه اويك موضوع خدي زيد جنيه حالي بيتونا بلكو ليرك ما ضلين لفظي كل بو حاطي اجزاء كابو دواقع دا جزء دبته موضوع حالي بيتونا دواقع دا أويك موضوع أجزاي زيدا نك خدي زيد مثلا عن كل زيد حسن وانيا هموي زيدي جوانا كل زيدي جوانا يعني كل جزء من أجزاء زيد حالي بيتونا كل جزء إجل أجزاي بدن زيد جوانا حالي بيتونا دباشا كل جزء وانا جزء مفهومك كلية دي كوابو أخا لما قلي محصورة دا موضوع كده بشتكي كلي بيت تخو زيد جزئي حقيقي أخو كلين يا شخصة أما دلنا خليرا كل زيدين يعني كل جزء من أجزاء زيدين ده جزء اشتكي كلي يدي حالي بيه سوانا نا آخر ده معنى ده وايلي دي حالي بيه سوانا بس لا بويكا لفظي كل بوي حتى أفراد بيت كنت أنا قبل لا ينكر إضافة بكري بوي حتى أفراد بولا ينكر صريح أجا إضافة بكري وأنا النكرة ملفوز نكرة ككترابي وأنيا وكو مثالي كل مجتهدين وأنيا بلام ليرا وأنا كبولا ينكر إضافة كرابي بلام نكرة كلا معنى دا فهم بكري وأنيا أو كل كبوي حتى أجزاء وأختي بلا ام جمع حالي بيتونا بس لا معرفه يا بلا ام جمع حالي بيتونا ليش دارو جوريا كلهم واني يعني كل فرد واني منهم حالي بيتونا يعني كل فرد منهم هذا الحكم ثابت له آتيه يوم القيامه فردا ليش دارو علي دي دواقع دا فرد يدي فرد وانك كل معناك كل فردينا حالي بيسونا بإصلاح أو
اما پیش سه دانشت من کتو که اگه کل بولای او سیانه اضافه بکری حالی بوی چونه نکیره سریح جمع معرفه و زمیر جمع او وقتی کل بوی حتی افراده حالی بوی چونه بلام اگر بولای غیری اوانه اضافه بکری لفظی کل بولای غیری او سیانه وانیا او وقتی دی بوی حتی اجزای حالی بوی چونه ذكر لك هي مكان ميري زي معه فما أعرف إيش بما أفراد في معين منزلة فما لماذا أفراد معين منزلة نكيري لا وانك كل معلومة لأن كيريدا ناخر حكم هرب وسر كل أفراد لا قسم مكاني وانك كل كذا كبوي حاتي أفرادا حكم هرب وسر كل أفرادا حالي بيا تونا فقط أونديك دلي كل مجتهدين لو نكرت هنا و حالي بيا تونا بس لام مجتهد بنكرة هنا و بلام كل أفراد مجتهد منزورة بلام لا كلهم دا لو هر كل أفراد منزورة حالي بيا تونا مثلا كل أفراد إنسان ونيا بلام لو أتو أفرادك بشتكي معلوم نشان داو لك نخد كو أفراد يا معلوم لك نمن كلهم حالي بيا تونا البته شاید معلوم بونه که با اعتباری به کپش ذکر کردن و الا هم با مثلا با جماعتی که کپش به نکیر ذکر کرده بوی بگره تو وانه شاید معلوم بونه که لیره زمیر معلومه معناه که یعنی زمیر اشاره به معلومی دکه وانه بلام شاید معلوم بونه که لو جهت او بید کپش ذکر کرده حالی بوی سونه بلام اوی که لپش ذکر کرده نکیره به بلفزی نکیره هات به وكل الرمان أكلته يا مثالك ديك وكو كل الرمان أكلته ليرش لفظي كل بوي حاتي أجزاء وانيا يعني ليرا كل بولاي بلام لفظي كل بولاي كلك إزافة كداوا وانيا بويكا همو أجزاء أو كلية بقريتاوا حالي بويا تونا كلك كبوي حاتي أفراد اللي كل بولاي كلية إزافة دكريت بويكا همو أفرادي كلية كبقريتاوا بلام ليرا لفظي كل بولاي كلي كي إذا فدكرت كهمو أفرادي أو كلي بقريته حالي بيا سونا يعني ليرا زيد يك فردي معينة خو أفرادي زورينية كبلي ولا كل شاملي همو أفراد كيدا به شاملي همو أفرادي زيد دبي أفرادي زورينية أجزاي زوري هيا واني لا الرمانش لوج أمل لا الرمان يك رماني معين بقرين يك رماني معين خو أفرادي زورينية أجزاي زوري هيا حالی بوی سونا پس لفظی کل وقتی بوی حاتی اجزا حالی بوی سونا و کل رمانی اکلته یعنی کلی جزء لا اجزای هناری کی معین امن خواردم کلی جزء لا اجزای یک هناری معین امن خواردوما حالی بوی سونا حاشیه 24 بخین نوا كل كبوي حاطي أجزاء بيت وذلك شو وقت كل بوي حاطي أجزاء وذلك إذا أضيفت إلى العلم أو المعرف باللام كما في المثالين وقت كي لفظي كل بوي حاطي أجزاء كبولاي علم إذا فكرا بيت يا بولاي اسمك معرف بلام حالي بوي سونا بلام أو اسمك معرف بلاما وانيا لفظن معنى معرفة به وانيا دبل لفظن معنى معرفة بيت حالي بيه سونا نك وانك بها نك فقط لفظن معرفة به وبلام معنى نكرة بيت شنو وقتي لفظي كل بوي حاطي أفراد دبو وانيا وكو كل الطعام حالي بيه سونا اوانا بي دبيت لفظي كل أقبو لاي معرف بلامك إذا فكراوا وقتك لفظي كل بوي حاطي أجزاد بيت وانيا اگر او اسم معرف بلامه لفظا ومعنى معرفه به نك فقد لفظا معرفه به ومعنى نكره به شنو وقتي كل بو يحاتي اتزاني بو يحاتي افرادا حالي بيه سونا وكل سر وبحث ما كري اري والله الف لامي تعريف تبي الف لامي يعني الف لام كبو تعريف بيت حالي بيه سونا بإصلاح أو اسمي معرف بالفلامة هروكو لفظا معرفة بوسيلة الفلامة كاد دا معناش دا معرفة بيت
وانيا نكفق اللفظ المعرفة به ده معناه ده نكرة به وكو كل الطعام حالي بيه سنة شنو وقتي كلك شنو وقتي ما دم ده معناه ده نكرة وكو يبو لاي نكرة إذا فكرة به ده وقتي كلك بو يحاتي أفرادا ويحاتي أجزانيا وكو لو دو مثالاني ده كهنا ما نويدي كل زيدين بلاي علم إذا فكره وعلم الشخص كل الرماني أو إيش بلاي معرف با لامي عهدي خارجي إذا فكره جاء لفظي كل بعض وقتك إيش هي ك نبو إحاطة أفرادا نبو إحاطة أجزايا حالي بيتونا يعني أخل لفظي كل أجا بو إحاطة أفراد يا بو إحاطة أجزابت بو إحاطة دان يعني بو جاندني إحاطة أفراد بي يا بو جاندني إحاطة أجزابت أو وقتي قليي مربوط بوي دبتا قليي كي محصوري موجبي كلية قليي كي محصوري كلية بلام جاري واي لفظي كل بو إحاطة أفراد بو إحاطة أجزانية وانيا أو وقتي وانكا قليي كي كاو لفظي كلي تدايا تشي بيدالن وانيا شخصية دبي يا مهملة دبي حالي بيس وانا يا شتي دي كدبي اختلافي تدا حالي بي جلامو باسي ويدك وأما إذا استعملت لإفادة مجموع الأفراد نحو كل إنسان في هذه القرية يحملون الصخرة الفلانية العظيمة أو مجموع الأجزاء كما في كل الرمان أكلته مستعملا بمعنى أكلت مجموع حباته فالقضية المصدرة بها شخصية عند بعض ومهملة عند آخر ومحتملة لهما ولغيرهما عند آخرين حالي بيتونا أما زمانك كلفز كل حالي بيتونا زمانك كلفز كل استعمال بكريت وان نقبو إحاطة أفراد نقب معنى كل فرد لأفراد يا كل جزء لأجزاء بو معنى نبي بلكو لفظي كل كلمة كل استعمال كرابد بوي كم مجموع أفراد بيكا وبقينه وانيا يعني كل بمعنى كل فرد لأفراد نبي بمعنى مجموع أفراد به مجموع أفراد وكو يكشت حالي بوية سونا شاو فرقي هي وانيا كل أقبو إحاطة أفراد بيت بمعنى كل فردك لأفراد بيت يعني هر فردك لأفرادك بتني أو حكمية أو حكمية هي هر فردك بتني هر فردك بتني أو حكمية هي بلا وقتك كل بمعنى مجموعة أفراد بيت يعني مجموعة كبيكة أو حكمية بوسابي الدبيت كل فردك بتني نا مثلا كل بمعنى مجموع أفراد به وكل مثال دادلي كل إنسان في هذه القرية يحملون الصخرة الفلانية العظيمة دلي الآن ليرا كل إنسان خليرا منظور أونيا هر فردك إنسان بتني دتواني برد عظيمة كالبقري هر إنسانك بتني ناتواني بل كليرا مجموع إنسانكاني مجموع إنسانكانا وانيا مجموع إنسان كان أوديا بيكوا دتوانا فلان برد عظيمة هل بقرن بلام هر فردة بتنين أتواني فاز ليرا معلومة إذا بقريني أو يك هر فردة بتنين أتوانت برد عظيمة كال بقرن فاز ديال ليرا كل فرد لأفراد منزور نية بلكو مجموع أفراد منزورة أو بقرينة تشخيص دادري إذا يان جاري ويا كلمة كلبو مجموع أجزاء استعمال ذكره وكوشي وكو لو مثالي دا دلي كل الرماني أكلته كل الرماني أكلته وانيا يعني يك هناري معين واني أمن مجموع أجزاء هناريك معين مخوارت حالي بيه سونا البتا ذكره بو يحاطي أجزاء إجبها إدي أوا بس تيجي بنيتي توها أو بناء بنيتي تويا أتو أجر مجموعة أجزاي لي بقري وأنا أول يرى لفظي كل وأنا كمعنى مجموعة أجزاي دقينت هذا مثال لسروا هنا ويدي هذا مثال بويدا بيتك لفظي كل لويدا بوي حاطي أجزاج به
عيني ومثال لسر ناوي دي كل الرماني أكلته يعني هر مثال بوجه دبيتك بنا بنيتي تو بوي دبيتك لوي دا لفزي كل بمعنى مجموع أجزاء به بمعنى كل جزء لا أجزانا به بل بمعنى مجموع أجزاء به أو بنا بنيتي تو يعني أتو مثلا أو معنى قصد كرد بيت كبلي مجموع أجزاء هناركي معين مخارت حالي بيسونا شو أختك ليرا لفزي كل لو مثالي دا بو بمعنى يعني بو مجموعة أجزايا مجموعة أجزاء دقينت أقر بمعنى أكلت مجموعة حباته استعمال كرابي وانيا كل الرماني أكلته معنى كي أوبيت أكلت مجموعة حباته نك كل جزء من أجزائه وانيا من أجزاء الرمان بل كبو معنى أبيت أكلت مجموعة حباته يعني مجموعة دنك كاني أو هنار معينة مخورت حالي بيت هنا أو أختي كوابو جاء وقت اختلافي تدايا حالي بيت هنا أو أختي أجر لفظي كل وانك بمعنى مجموع أفراد يا بمعنى مجموع أجزاء استعمال كرا أو أختي قلية كذا بتش قليك اختلافي تدايا بعض كتو أنا ولا قلية كذا بتشخصية فالقضية المصدرة بها شخصية عند بعضي بعضك بيانوا قليك كا أول دار كرابت بولفزي كليا ده بتقلية شخصية حالي بيسونا أو لفزي كليك معناكي معنى مجموع أفراد يا مجموع أجزاء دقيني وانيا بمعنى مجموع أفراد يا مجموع أجزاء حالي بيسونا قلية كده بتا قلية شخصية حالي بيسونا يعني شي قلية ده بتا شخصية نسيت حاشي بستوشش أي هذا المجموع المشخص وانيا شكو وقتك تدلي وانكا وقتك تدلي وانك كل إنسان يعني مجموع إنسان كان فلان دي معينة كل إنسان في هذه القرية وقتك تدلي لفزي كل معناه كي مجموع أفراد يعني كل أفراد أودية كل إنسان كان أودية مجموع إنسان كان مجموع إنسان كان أودية يكشتي مشخصة يدي حالي بيسونا يعني بوي اعتباري كمجموعك يكشتي مشخصة وانيا قلية كده بتقلية شخصية حالي بيسونا ومهملة عند آخر بعض زكي دي كبيان ويا قلية كده بتقلية مهملة حالي بيسونا قلية كبودة بتقلية مهملة شون جاو لمثال دوام دا مثلا أتدلي كل الرمان أكلته حالي بيسونا كل الرمان أكلته دي ليرا أتدلي مجموعي وانك مجموعي وانك مجموعي أجزاي هنار حالي بيسونا دي باشا حتى أجا هناريك هناري معين بقري وانيا حتى أقل لها ناريك هناري معين إيش بقري دي باشا وانا كاليرا بيصلاح وانا كيك هناري معين حالي بيسونا مثلا مجموعي ددانيها ددنكي هي بيه هنارك مجموعي ددانيها ددنكي مجموعي صدنكي هي مجموعي بنجادنكي هي حالي بيسونا فس أقوابيت وانا ك بيصلاح مجموعي أجزاي هنار حالي بيسونا أفرادي زوري هي يعني مجموعة كأفرادي زوري هي ممكن مجموعة كي ددن كيبت مجموعة كي بنجادن كيبت مجموعة كي صدن كيبت مجموعة كي بزدن كيبت وانيا جاءتو ليرا خم مشخص نكر دوا وانيا مشخص نكر دوا كآية أتو همو مجموعة كاني هنار تخوار دوا يا فقد يك مجموعة تخوار دوا حالي بيسونا بلكو كتوتا مجموعك لمجموعة كاني هنار مخوار دوا جايا مجموعي كي ددن كيبوا يا مجموعي كي بنجادن كيبوا يا مجموعي كي بيزدن كي أصدن كيبوا خلاصة مجموعكم لا مجموعة كاني هنار خواردوا جا مجموعي ددن كي يا صدن كي يا بنجادن كي يا بيزدن كي وانيا دي باشا
پس اجوابت دبت قليه مهمله دي وكشون لقليه مهمله ده دلي الانسان كاتب واني انسان كاتبه واني جنت كتوا همو انسانك منظوري تويا يا بعضا وانك لو حكمي ده همو افرادك انسان مقصودي تويا بعضك لافراد انسان واني بويا حشي بستو حوت دل اي مجموع ما من الرماني وانيا مجموعيك لا هنار حالي بويا سونا جا مجموعك يعني مجموعيك لا هنار مخوارت وانيا مجموعيك هنار مخوارت جا همو مجموعيك انار مخوارت يا فقد يك مجموعي انار حالي بويا سونا يعني يك همو مجموعيك يا فقد يك مجموعة أجزاي هنار حالي بيه سونا بيان نكرا ويدي هاتشان معلومة همو مجموعيك أنار محالة همو مجموعيك أنار إخوار دبي وانيا معلومة ومنزورني فقط بلا مسألة ويك بيان نكرا وي بوي دبتا مهملة يعني يكي قلي مجموعة كاني خوارد أري والله أري والله يعني وانك بيان نكرة ويدي كام يقلو لو دو أنا وانك مقصودي متكلمة وانيا هاتش معلومة همو مجموعيك أنا ري خوارد بيد أو محالة زور عادة محالة يدي همو مجموعيك أنا ري خوارد بيد يق نفر حالي بيوت سونا هر يق مجموعي أنا ري يا مثلا بعض مجموعيك أنا را حالي بيسونا ومحتملة لهما ولغيرهما عند آخرين يان قليك احتمالي بو أودو أنا دبي بو شخصية ومهملة احتمالي بو غير أودو أنا جدبيت عند آخرين لكن جماعتك ديك وانيا بعضك إش بيانوايا بعضك بيانوايا پیان وایش تکی ثابت نیه که قلیه که دبته تی لوانه یعنی او با قرینه معلوم دبد یا بنا با مقصودی متکلمه که مقصودی متکلم چه بی حالی بویه چونا بنا باوی که مقصودی متکلم تیا دکره قلیه که قلیه شخصیه بید دکره قلیه مهمله بید دکره حتی غیری او دوانه بی وانی ها ذكري محصورة به ذكري طبيعية به البتة لو جي قايدة كإمكانها به إن شاء الله مجيك جي إمكانينا به جاء حاشي بستوبينجيشن بزيهش أو نكتي بعض وقتك لا حقيقة دا لفزي كل بويك إحاطي أفراد يا إحاطي أجزاء بقينت حالي بيتونا بلام جاري ويا بو لفظي كل بمعنى مجموعي أفراد يا مجموعي أجزاج استعمال ذكر بلام أو استعمال مجازية حشي بستوبين جويد الله وهذا الاستعمال لكلمة كل مجازي أو كلفزي كل بمعنى مجموعي أفراد يا مجموعي أجزاج استعمال بكريد مجازة واستعمالة فلا تحمل على معنى مجموعي الأفراد أو مجموعي الأجزاج إلا لقرينة كوابو لفظي كل بسن معنى مجموعي أفراد يا مجموعي أجزاج استعمال ناكريد إلا لوقتي كذا كقرينة هبي وانيا أوجار وقد يدل لفظ واحد على السوري وعنوان الموضوع مثل أي وما ومن الموصولات على القول بأنها من صيغ العموم شو تائرا أما أو سوراني كخند ما نباسمان لكر لهم ياندا سورك دقل عنواني سورك دقل موضوعي قليك جدابو وانيا مثلا كل مجتهد في الدين مأجور وانيا لفظي كل سور بو مجتهد في الدين موضوعي قليك بو وانيا جدابو لك كل الرماني رمان موضوع موضوعي قليك لفظي كل سورة وانيا لهم عند موضوعي قليك دقل سورك دوشتي جدالك بون بلام جاري وايا يكشت هم موضوعي قليك هم سوريشا وانا جاري ويقلف زي واحد دلالة لسر سوري دكا
دلالة لسر عنواني موضوع عجدك عنواني موضوع عجدك يعني وكو شي وكو وكو أيونو ما ومني موصولة وكو أوسي أنا أجر موصول بن وأنا ألبتا بنابا شي بنابا بنا لسر قول بويك أو أنا صيغي عام حالي بيا سونا شون اختلاف ينتهي دايا بلان بنا بويك أو أنا صيغي عام بن أو أختي مثلا فرسك لفظي من بيني وأنا من ما كبو غير عقل استعمال ذكرت وأنا بو عقلش استعمال ذكرت وأنا والسماء وما بناها وأنا لو وأنك قسم دخوات بأسمان وبكسكي كأسماني بنا كردوا معلومة أيش خدايا خداج لذوي العقول حساب ذكري دي تشبيه نبي بس ما بو عقلش استعمال ذكري بل من بو 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 عقلية فقط حالي بيتونا دهش ليرة أوى هم وأنك هم موضوعي دقينت كأفراد عقل منزورة وانيا هم سوري شيدي بنا بوي كمان صيغه عام بيت كل افراد دقريته وانيا بس كل افراد دقينت بنا بوي كصيغه عام بيت الان لي راهو هم سوره وانيا هم موضوعي قال يجدبت حالي بيت سونا جاء لي الرب واستندي او تائر فقد يكل قسم كان قال محصوري